بسم الله الرحمن الرحيم. هنا استكمال ل الامبارح اناتومي اوف ذا شولدر جوينت. التكنيك عندنا روتين تكنيك، بناخد 3 كورونال، كورونال تي 1، كورونال تي 2، كورونال شتاب، اكزيال تي 1، اكزيال بوتون دينستي فات سبريشن اند ساجيتال تي 2. لما نبص هنا معانا عشان ناخد الفيو بتاعنا، بنقول ان الكورونال ده ما هواش ديد كورونال، ده بيبقى اوبليك كورونال. يعني ايه اوبليك كورونال؟ انت لما تبص هنا كده معانا ونشوف السكاوت بتاعنا اهوت اللي هي الريفيرال ريفرنس لاين، هنلاقي ان احنا الكورونال فيو بتاعنا العادي الريفيرال للبادي بيكون بارل للكورونال سوتشر، لكن هنا بيكون الكورونال بتاعنا اوبليك ماشي مع اللاين اوف ذا سكابل اند ذا هيومرال هيد، عشان نقدر ناخد التو جوينت دول فوق بعضيهم كده اللي هي اقامه الكلافيكولار جوينت واخدين هيومرال جوينت. احنا بنقسم معانا الكورونال على، ودي حاجه مهمه جدا، على التندن اوف سوبر سباينيتس مش على السكابيول، لان ساعات الكورس اوف تندن اوف سوبر سباينيتس بياخد اوبليك كورس. فنعلم الفني معانا ان ادي التندن اوف سوبر سباينيتس ماسل، وبناخد الكورونال كاتس بتاعتنا بغل للتندن اوف سوبر سباينيتس، بحيث يبقى انت باين معاك كل مقاطع السوبر سباينيتس بالمنظر ده. احنا عندنا هنشوف ايه الاتومكال الاناتومي الموجود معانا. ان انت اول حاجه هتشوف هنا الجلينو هيومرال جوينت، وفيها اكروميو كلافيكولار جوينت، هنا معانا اللاترال اند اوف ذا كلافيكل، وهنا معانا الاكروميو باسس. الحاله ديت في عندي لاترال سلوبنج للاكروميو، عامل شويه كومبرومايز للروتيتو كاف اوتلت. لو بصينا معانا ايه الليجمنت اللي ممكن نشوفها في الكونفنشنال ام ار اي، مش هقدر اشوف الليجمنت، لازم اعمل هو الكبسول، يعني الكبسول والليجمنت لازم نعمل ارثوسكوبي. الى طبعا لو كان في عندي جوينت انفيوجن هيشتغل اكني في ارثوجرافي معايا. الليبرم فوق معانا فيها السبيور ليبرم، تحت عندي الانفيريور ليبرم. في الاكزيال تراكت هنلاقي ان انا بعمل سكرول من فوق لتحت، بص على الريفرنس لاين وانت نازل على تحت هتلاقي ادي الانفيريور ليبرم، تبقى تريانجلر ان شيب، وادي البوستيريور ليبرم معانا، والموست انفيريور كاتس معانا، وده كده الانترو انفيريور ليبرم. لو انت شايف عندك في الفات سبريشن الليبرم مثلث تريانجلر واسود وكله واضح معانا، بنقول نو كونفنشنال ام ار اي ايفيدنس اوف ليبرال اوف ليبرال تير. ولو انت شاكك بقى ان في بانكرت او في يعني في ليبرال انجري او هيمورال ليجمنت انجري، لازم يكون في عندي ارثوجرافي. الماسلز بقى اللي عندنا اللي احنا هنشوفها او دي اهم حاجه معانا كروتيتور كاف. لو احنا بصينا معانا كده في الاكزيال هنلاقي ان انا عندي ان هو المصل اللي هي تبقى اول راوند سي اللي هي سراوندنج ال سراوندنج ال شولدر اول راوند معانا الديل تايب ستيو فايبرز والديل تايب، بعدين ميدل فايبرز، بعدين هنا معانا في انتيو فايبرز، تكمل قدام معايا البكتوراليس ميجور، وفي جروف هنا معانا اللي هو الديلت بكتورال جروف، وده بيكون في السيفاليك فين. تحت البكتوراليس ميجور بنلاقي عندنا قدام في البكتوراليس ماينور مصر، يبقى انت الخط بتاعك كده معانا اول اراوند بكتوراليس ميجور ماينور الدلتا بكتورال جروف انتيو فايبرز ميدل وسيو فايبرز اوف ذا تايب. لما تلاقي معايا كده بقى ايه ان ليفل اوف ذا سكابيلا والجلينويد، هنا معانا في الهيومرال هيد قدام الموست انتيو ان هو هيبقى السب سكابيلاريس، وهنا معانا الانفرا سباينيتس. لو طلعت معايا اباف فوق خالص هتلاقي الاول مصل معانا تبان عندنا من فوق خالص الموست سبيريو هي السوبرا سباينيتس. التيرس ماينور والميجور ما بنشوفهمش كتير وما لهمش صراحه البراكتيكال ريبورتنج اهميه كبيره عندنا. يبقى انت في الاجزاء معاك بتطلع من فوق ومن فوق كده بتلاقي في سوبرا سباينيتس، بعدين لما تشوف الاسكابيولا كده كامله معاك وقدامها الهيد، اللي قدامها دي معانا سب اسكابيلاريس، واللي ورا انفرا سباينيتس، واللي يلف معانا كده اول اراوند بكتوراليس ميجور دلتويد اكتيفو فايبر ميدل وبوستيرو فايبر. هنيجي معانا للكورونال كات. الكورونال لو احنا معانا عملنا ريفرنس هنا هتلاقي هنا الروتيتو كاف اوتلت بتاعنا، فوق معانا اكرومي كلافيكولار جوينت، وتحت معانا الجلينو هيومرال جوينت، وبينهم هنا الباسواي او ذا سوبرا سباينيتس تندون. هنلاقي برضه معانا لو احنا عملنا بوستيريو روتيتنج ورا وعندك الريفرنس لاين يقطع معاك هنا في الانفرا سباينيتس، يبقى نص بوستيريو معاك هنا ادي الانفرا سباينيتس ماسل،
وده معناه السباين او ذا سكابيولا. هتيجي معاك في الموستا انتيريور اللي فيها اللاين بتاعك عينك عليه، هتلاقي عندك في اد المصل اللي قدام هنا معانا بدايه السب سكابيولاس. اوكي، يبقى انت كده معاك في الكورونا اللي انت جايب معاك الثلاثه مصلز المهمين بتوعنا، السوبر سباينيتس والانفرا سباينيتس والسب سكابيولاس. طب لو كده معانا في الساجيتال كات ان هوت، واخد عينك على الريفيرال ريفرنس لاين، هتلاقي عندك ان ادي الاكومبليكولار جوينت، هنا معانا ادي الجيلينويد. الجيلينويد معانا قدام الكوراكويد فيسنج انتيريو، هنا كده معانا بوستيريو. الجيلينويد معانا اباف فوق يبقى السوبرا سباينيتس، وبعدين وراه معانا انفرا سباينيتس، وقدام معانا السب سكابيولاس. هتمشي بقى معانا تخش ميديان لغايه ما تجيب الجنين هيومرال او تعدي الجنين هيومرال جوينت، يبقى قدام الهيد او زي هيومرس عند الليفل اوف ذا هيد اوف ذا هيومرس. هتلاقي بقى فوق معانا تندون اوف سوبرا سباينيتس، بعدين تندون اوف انفرا سباينيتس، وقدام معانا في السب سكابيولاس. اوكي، يبقى كده دول معانا مجموعه الماسلز اللي عندنا. طبعا احنا ان هو هيبقى دي الدلتايد ماسل الميدل فايبرز اوف دلتايد في الكورونال سكشن. لو جيت معايا ان هو قدام هيبقى الماسك في الانتيريور بارت اوف ذا سكابيولا ان هو معايا او في اوف ذا كلافيكل من قدام، دي هتبقى معانا البكتراليس ميجور، وهنا معانا تبقى في البكتراليس ماينور تحتيها. لو احنا خدنا المقطع كده هو البكتراليس ميجور وتحتيها الماينور، ورا معانا ان هو دي هتبقى ال posterior fibers of deltoid. برضه بص معانا على الريفرنس لاين. يبقى كده احنا خدنا البودي بارت والجوينت الليجمنت والكبسول، قلنا مش هنشوفهم الا بانسواجرافي، ودول معانا مجموعه الروتيتور كاف تندونز. يفضل هنا معايا في الاكزيال كات التندون اوف لونج هيد اوف بايسبس، بتلاقيه في الجروب معانا ما بين الجريتر تيبوستي بين الليسر تيبوستي والجريتر تيبوستي اللي هو في البايسيبيتال جروب. ولو في عندي افيوجن جميل كده حواليه يبقى ده هيعمل لي ديلينيشن وباين لك اللاين اللي قدامي ده الصغير اللي هو الترانزفيرس هيومرال ترانزفيرس هيومرال ليجمنت. اوكي، دي معانا الموس اناتوميك فيتشرز اللي احنا هنقدر نشوفها في النورمال او كونفشنال ام ار او ذا شولدر. فضل لك بقى معاك انت ممكن تشوف فلويد سيجنال فين. في عندي اماكن بيرسه تحت الاكروميون بروسيس وتمتد للدلتويد، يبقى سب اكروميال وسب دلتويد بيرسا، او ريليتد للكوراكويد بروسيس. هنا معانا تجيبه في الساجيتا ادو الكوراكويد ما بيني وبين السب سكابيلاريس، الحته دي يبقى في عندي بيرسا يقول عليها السب سكابيلاريس او السب كوراكويد بيرسا. اوكي، ده كده ان جنرال الاناتومي اوف سي شولدر جوينت عشان نطبق على الشولدر 1.